هذا الطائر الجميل استدل بما يخرج له من الطعام المخبأ في الأرض على الله جل في علاه، وتأمل في منقاره الطويل كيف ينقر الأرض ليخرج الطعام. فقد قال الله عز وجل في القرآن عنه وعلى لسان الهدهد حين رأى قوما يسجدون للشمس من دون الله، قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ونحن غارقون في نعم الله جل في علاه صباح مساء، فهل استدللنا بهذه النعم على ربنا جل في علاه وشكرناه ثم اقتدينا بهذا الطائر فدعونا إليه بحكمة وبموعظة حسنة وبالتي هي أحسن وعلى بصيرة، كما قال ربي على لسان النبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللهم اجعلنا وإياه وكل من ينظر وكل من يسمع ممن اتبع نبيك صلى الله عليه وسلم فدعا إليك يا ربنا على بصيرة.